أحسن الله إليكم الأخت مرام، تقول بأنها ترى والدها دائما في المنام وفي رؤى متعددة يطلب منها شيء، فتذهب وتخرج صدقات عنه أو تصوم عنه، هل هذا جائز؟ نعم، إذا الميت ينفعه ما ورد في الأدلة من فعل الحي مثل الصدقة عنه، مثل الدعاء له، الحج والعمرة عنه، هذه أعمال إذا تقبلها الله تنفع الميت. نعم.